السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وصحة جيدة. يا ريت بعد إذنكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتدعمونا بلايك عشان يوصل لكم كل جديد. والآن نوفيكم بأسعار الخضروات والفواكه في مصر اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022 ونبدأ. شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022 تباينا، وسجلت أسعار الطماطم في الجملة 8 جنيهات للكيلو، ورق العنب البناتي 22 جنيه للكيلو، والفلفل الحامي 12 جنيه. ويستعرض موقع صدى البلد أسعار الخضروات والفاكهة وفقا لما أعلنته إدارة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي في آخر تحديث لها. وصل سعر الطماطم إلى 8 جنيهات للكيلو، والبطاطس إلى 4 جنيه ونص جنيه، والبصل إلى 2 جنيه وربع، وبلغ سعر الكوسة 4 جنيه ونص للكيلو، والجزر بدون عرش 4 جنيهات للكيلو، أما الفاصوليا سجلت 6 جنيهات للكيلو. وصل سعر الباذنجان البلدي إلى 6 جنيهات للكيلو، والرومي إلى 4 جنيه ونص للكيلو الواحد، والأبيض ب 10 جنيهات، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 8 جنيهات. ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 12 جنيه، والألوان 12 جنيه للكيلو الواحد، إضافة إلى الملوخية 7 جنيهات. وسجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 7 جنيهات، والخيار البلدي 12 جنيه، أما البسلة فوصل سعر الكيلو منها إلى 5 جنيهات، ووصل سعر السبانخ 4 جنيه ونص للكيلو، والقلقاس 6 جنيهات، والبطاطا 3 جنيه ونص للكيلو، والثوم 5 جنيه ونص للكيلو، واللفت 2 جنيه ونص، والبنجر 4 جنيهات، فيما وصل سعر الفول الأخضر إلى 6 جنيهات. وصل سعر ورق العنب البناتي إلى 22 جنيه للكيلو، وورق العنب البلدي ب 40 جنيه للكيلو، والخرشوف إلى 5 وحدات ب 17.5 جنيه، والفجل الأحمر 4 جنيهات للكيلو، والجرع العسل 6 كيلو جنيهات 6 الكيلو 6 كيلو ب 24 جنيه. فيما يتعلق بالفاكهة، وصل سعر البرتقال الصيفي إلى 3 جنيه ونص، والبرتقال أبو سرة إلى 7 جنيه ونص، واليوسفي إلى 7 جنيهات، وجريب فروت إلى 7 جنيهات، والليمون البلدي إلى 11 جنيه. وصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 23 جنيه، والعنب المستورد الأسود 25 جنيه للكيلو، وصل سعر البلح السيوي إلى 25 جنيه للكيلو، وبلح ثلاجة إلى 8 جنيهات. كما وصل سعر كيلو الكمثرى المستورد إلى 25 جنيه، والجوافة إلى 10 جنيهات للكيلو، والكانتلوب يسجل 8 جنيهات، وسجلت الفراولة سعر 9 جنيهات للكيلو، كما وصل سعر الخوخ البلدي العريشي إلى 20 جنيه للكيلو، بينما سجل سعر البرقوق المستورد 22 جنيه للكيلو، والكمثرى المستورد وصلت إلى 25 جنيه للكيلو، والنبق إلى 12 جنيه للكيلو، ووصل الأناناس إلى 25 جنيه للكيلو. وبهذا قد أوفيناكم بأسعار الخضروات والفواكه اليوم في سوق العبور في مصر الثلاثاء 28/6/2022. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.